أطلس يعني من جهه خنيفره من دمنات فهم الجمعه ونهبطوا لزاويه حنصال وقصيبه محاو سعيد زاويه الشيخ مريرت المسائل هذه ونمشيو حتى الحاجب وهذا النساء باقي الوجه ديالهم جيد باقي عندهم الدوره الدمويه في الوجه ديالهم جيد ملي كنجيو للمدن الكبرى الدار البيضاء الرباط فاس طنجه ملي كنجيو للمدن الكبرى كنلقاو النساء الوجه ديالهم شاحب ما لهاش طبعا كاين علاقه ديال النظام الغذائي والحركه كاين غير جوج العوامل المرأة خاصها تحرك قد ما تحركت قد ما كلما تحركت كلما كانت الدورة الدموية جيدة في الجسم كلما كانت دورك تحركت وكانت الدورة الدموية جيدة كلما الجسم ياخذ أكسجين لأن الأكسجين لما تحركتيش ما تدخلش أكسجين شوف غير مثلا الناس اللي كيعملوا رياضة ملي كتكوني تمشيتي مثلا 1000 و 2000 متر غير ماشي ماشي جري جري يعني غير ماشي غادي تلاحظي على ان التنفس ديالك ازداد ملي كيتزاد التنفس كيكون هذاك الحجم ديال الرئه كيتملا عن اخره وكيدخل كميه كبيره ديال الاكسجين وهذا راه كيساعد حتى على الانيميا ما تهضرش على الناس الناس اللي كيتحركوا ما عندهمش انيميا لان يعني هذا وكاين عكس حتى على الم الراس الحاده لان يعني الا كانت عندنا واحد عدم الدوره الدمويه ملي كتكون متوقفه ولا تكون ماشي يعني ثقيله في الراس كيكون عندنا حتى الم الراس الحاده فلماذا ضربت المثل بالوجه؟ لا شيء ان الوجه هو اللي عنده هذوك الشعيرات الدمويه اللي ما كيتحركش ما تيدورش فيهم الدم بسهوله. نعم. هما في الوجه. كاين الراس ولكن الراس ما كيبانش ولكن في الوجه على الخصوص. فملي كيكونوا هذوك الشعيرات الدمويه كيوصل لهم الدم وكيكونوا مفتوحين وكيدوز الدم كيبان الوجه جيد. نعم. ملي المراه ما كتحرك شاي وكيكونوا هذوك الشعيرات مغلوقين باش كيتغلقوا كيتغلقوا بالدسم فقط. نعم. كيكون الدم ثقيل كيكون الدم ثقيل امتى كيكون الدم ثقيل ملي كناكلو ملي كنكثروا الاكل نعم يعني باش الناس يفهموا هذا الطرح ديالي هذا اللي كان غادي يبان غريب شويه على الناس نعم. شوف نعم. رمضان مثلا في رمضان ناخذ رمضان وناخذ العشر الاواخر من رمضان علاش العشر الاواخر العشر الاولى يلاه الجسم يتخلص من ديك الشحوم الا كانوا الناس ما كياكلوش كثير اما في رمضان ولاو الناس كياكلوا اكثر من الشهور الاخرى ملي كيوصل رمضان مثلا شوف العشر الاواخر كيبان لك الناس كلهم وجه ديالهم جيد جميل عليه نور والضاء وما الى ذلك. لماذا؟ لان طبعا كاين نور الصيام، نور العباده، يعني هذا ما ننساوش. ولكن عندنا الدوره الدمويه في العشر الاواخر الناس كيملوا من الاكل وعاد الجوع كيأثر عليهم، عاد ذاك الجوع كيبدا يبان، عاد كيعطي المفعول ديالو بعد ما يكون الجسم تخلص من جميع السموم والزوائد في العشر ايام الاواخر كيبان الوجه ديال المحمر ومزيان علاش ذيك الشعيرات الدمويه عاد داز فيها الدم والوجه ديالهم كيولي يعني عاد ولات الدوره الدمويه خفيفه كل شيء الناس كيبان الوجه ديالهم جميل وجيد في العشر الاواخر ديال رمضان كلهم لا نساء ولا رجال وكتعلو ذاك الحمراء نعم. هذه باش نفهموا الناس يعني شنو الموضوع ديال اليوم ان هذه القضيه ديال الدوره الدمويه نعم في هذه المناطق اللي ذكرت ان النساء ما كياكلوش كثير نعم كتحس بالجوع المراه كتجوع المهم كتجوع عندهم ما ياكلوا ولكن كتجوع المراه نعم. ماشي كتاكل كل وقت نعم ما كياكلوش كثير دونك عامل الجوع جيد للجسم بالعكس هو ايجابي وليس سلبي باقي الناس كيتكلموا على خايفين من الجوع وكيخوفوا الناس من الجوع ما بقاش عصر الجوع ما بقاش عندنا بعدا يعني ما بقاش عندنا عصر الكوارشيكور هذا اللي كان في العشرينيات والثلاثينيات نعم. ولا عندنا عصر السمنه وعصر كثره الطاقه اللي خاص الناس يتنبهوا لهذه المسائل هذاك الشيء علاش كاين نصائح وكاين نصائح يعني الناس باقيين كيخوفوا الناس من البروتينات نعم. احنا ما عندناش بروتينات ناقصه لسنا في عصر الكوارشيكور كما اقول دائما يعني هذه المناطق اللي ذكرت عندهم عامل الجوع والحركه النساء كيخدموا نعم الجوع والحركه وربما تكون عندهم غير واحد وجبتين نعم وجبتين وحتى الاغذيه ديالهم نباتيه جلها غذائي نباتي نعم كيكثروش الدسم كيخلطوش الباديه طبعا يعني وما كاينش حداهم المارشي باش ياخذوا الحال يعني المهم بالعكس هما عايشين مزيان يعني حتى المنطقه اللي ساكنين فيهم مساعداهم اكيد نمط العيش والجو اللي عايشينه كيساعدهم فكنرجعوا للمدن كنلقاو ان النساء كياكلوا في كل وقت انهم كياكلوا كثير وانهم كياكلوا الاشياء اللي كتحبس الدوره الدمويه اكيد اشياء الحلويات هالكيكه هالبسكويتات هالجبن فروماج اللحم ثلاثه مرات في اليوم علي اللحم مخلط مع الاشياء الاخرى ملي كنخلطوا اللحم والسكريات ملي كنخلطوا اللحوم والسكريات الجسم كياخذ سكريات اللحوم كتبقى علي هذه شنو كيوقع لداخل كيوقع ان هذه المخلفات ديال الهضم نعم النواتج ديال الهضم كيكون مونوكربونيل كيكونوا الجذور الحره نعم الجذور الحره فيها الامونيا فيها المونوكربونيلات فيها الايبوكسيدات فيها اشياء كثيره يعني هذه الجذور الحره هي اللي تخرب الشرايين وتخرب حتى الشعيرات الدمويه نعم ملي كيكون الدسم والكوليسترول الدم تيكون ثخين
ملي الناس كيكثروا الاكل وكيكون فيه دسم وبروتينات كيولي كولويد. الكولويدات عاليين، الناس كيعرفوا محلول الكولويدات انه تخين، الدم ما يدورش. كيكون عندنا الكولويد زائد لهذا المستحلب الايميولشن، الكولويد مع الايميولشن مع مع الدسم غادي يعطوك دم تخين، دم تخين ما كيدورش طبعا. ملي كيكون عندنا ضيق في الشرايين، كيكون عندنا ضيق في الشرايين كتولي عندنا ازمه. فهاد الناس كيسالوني كيقول لك سؤال هكذا، نقول له ودي الله يرضي عليكم، راه لما كانوا جوج العوامل، لما كانوا جوج العوامل لا تسالوا اي احد، لا خبير ولا باحث في العالم. هاد العوامل معناها هي الجوع والحركه. الذي لا يجوع خاصو يجوع، واخا عنده ما ياكل، واخا وسع عليه الله، واخا عنده اللحوم وعنده الثلاجه عامره، يجوع، يحاول يجوع، خاصو يدير هذاك الشيء اللي هو لصحته. نقدروا نبسطوا دكتور، انا قطعتك اعتذر، نبسطوا الناس، يعني ماشي انك تتجوع راسك، لا، ولكن غير ما تاكلش ما بالجوع. تحس بالجوع، ولكن ما تتوقف على الاكل هكا احسن. ما تاكلش مثلا واحد ربعه الوجبات، لا، على الاقل تبقى واحد خمس سوايع ولا ست سوايع بدون اكل. نعم، بدا على الاقل المعده تفرغ والدم يخف، لان الدم لازم الدم يخف، لما خفش الدم ما يدورش. اكيد، يعني هذه السيركيوليشن هي في الجسم الداخل. الناس ما كثرتش البال، وشوف مثلا الناس اللي عندهم، مثلا الناس اللي عندهم شرايين ضيقه ولا عندهم اشياء هكذا، كيكون عندهم مثلا ارتفاع الضغط، ولا عندهم امراض القلب والشرايين، فالطبيب كيعطيك اقراص تخفف الدم فقط، الدم كيولي فلود، يعني كيولي خفيف جاري. نعم، كيعطيك اقراص تجري الدم. والناس اللي عاملين قسطره واللي عاملين عمليات القلب وكذا، العمليه الكبيره ولا الصغيره ولا حاجه، هذو كلهم الاطباء كيعطيهم اقراص عايشين بها، اقراص كتجري الدم. نعم، هو ممكن الدم ديالو يكون جاري طبيعيا الا كان عنده النظام ديالو نباتي. لماذا؟ الاشياء اللي كتخفف الدم هي معروفه عندنا احنا في علم التغذيه، هما البوتاسيوم. نعم، الاشياء اللي كتخفف الدم هي البوتاسيوم وحمض الاوميغا 3. فهاد هاد العامل ديال حمض الاوميغا 3 مع البوتاسيوم هما كاينين في الاغذيه. حمض الاوميغا 3 عندنا بكثره في المغرب. نعم، عندنا اللوز والجوز واللوز، وعندنا هذا الفول السوداني، زريعه الكتان، زريعه الكتان، وحتى زريعه نوار الشمس، وعندنا الزنجلان، وعندنا السمك، هذه كلها اشياء، وحبر شاد، هذه كلها اشياء فيها حمض الاوميغا 3، غنيه بحمض الاوميغا 3، ويكون حمض الاوميغا 3 من زريعه الكتان، ولا يكون من السمك، هو في الاخير حمض الاوميغا 3. ماشي، فالبوتاسيوم وحمض الاوميغا 3 هاد الاثنان هادو، اولا الاوميغا 3 كيحفظ الشرايين، لا يمكن الشرايين يكون فيها خدش ولا يكون فيها اي شيء هذا. الاشخاص اللي عندهم هذا كيشتكيوا من هذه الدوره الدمويه خصهم يكون عندهم العامل الفيزيائي اللي هو الحركه والجوع. نعم، خصو يجوع باش الدم ديالو يخف. نعم، العاملان الاخرين اللي غادي نبقاو هو البوتاسيوم. معنى البوتاسيوم، البوتاسيوم يوجد في النبات، لا يوجد، يعني يوجد في الحيوان، ولكن الحيوان عنده صوديوم. نعم، الحليب فيه 23 ملي غرام صوديوم. نعم، يعني المواد الصناعيه اللي فيها كيزيد الانسان اما الصوديوم واما المونوصوديوم جلوتاميت، اما على شكل ملح صيني. نعم، فالى الناس حبسوا المواد الصناعيه وحبسوا الدسم. نعم، المواد الحيوانيه، ثم خاضوا النظام النباتي اللي فيه البوتاسيوم، ويكون النظام النباتي فيه الاشياء اللي فيها حمض الاوميغا 3، ما يمكنش الدوره الدمويه ما تخفش، لا يمكن. نعم، لا يمكن. اذا غادي نحرروا مكالمه على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم. مهدي في مدينه الدار البيضاء. اهلا بك سي مهدي، تفضل. انا عندي جوج اسئله ان شاء الله للدكتور. السؤال الاول هو مدى تاثير الرياضه. نعم، تنشيط الدوره الدمويه. نعم، الرياضه او الحركه كما نعم كيقول الدكتور. نعم. الو، السؤال الثاني هو الاستفاده المثلى من التغذيه. طبعا انا قريت في واحد الكتاب ديال التغذيه ضد السرطان. نعم، انا بعض المرات خصنا نمدغو مزيان باش ممكن يتحلوا هذوك الخلايا باش نستافدوا مزيان من الانزيمات ولي كومبوزون فيتوشيميك ديال التغذيه. نعم، غير هو كاين بعض الحبوب بحال زريعه الكتان. نعم، ما كتقدرش تمدغ. انا ما عرفتش واش كلشي ما كيقدرش يمدغها. بغيت نسول الدكتور بحال اللي يقدر يركز لينا على هاد الحبوب الطبيه. نعم، بحال زريعه الكتان، بحال السانوج، بحال اشنو هو الطريقه المثلى اللي كنستافد منها؟ واش نطحنوها عاد ناكلوها؟ واش نخليوها هكاك غير نطيبوها؟ واش خير ان شاء الله؟ نعم نعم، جيد. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير. اذا شكرا سي المهدي. نعم، العجيب هو ان نعم
على ديك على ديك الحركة. نعم. على ديك الحركة شوف الناس اللي في البوادي ما عندهمش مشكل ديال الحركه، ما عندهمش مشكل ديال الدوره الدمويه، حيت كيتحركوا حيت كيخدموا. نعم، من الصباح حتى الليل. لا غير باش الناس يعرفوا شنو هي هذا، علاش كنتكلموا يعني. نعم. الناس اللي في البوادي لا يمكن تلقى مثلا هاد لا تحمض الدم ولا كنا تكلمنا في واحد الحلقه، عندنا حموضة الدم، ما عندناش تحمض الدم في البوادي، عندنا تحمض الدم في المدن. نعم. وما عندناش هذا المشكل شي البوادير الناس علاش انا ما كياكلوش كثير كيتحركوا. دكتور نتوما دائما كتقولوا واحد الجمله وانا تعجبني، تغيير نمط العيش، لانكم الناس كتبع نمط العيش اللي كاين في الباديه. نعم. يكون بسيط. نعم. وكما تقول تجوع اكيد ما غاديش يكونوا هاد الامراض اللي كتقول. اكيد الان. اكيد علاش؟ لان ملي الدوره الدمويه ملي ما كيدورش الدم في الجسم. نعم. كيترتب عليه اي 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 مصيبه في الجسم تقدر. نعم. ترتب عليه. نعم. فالدم اللي ما كيدورش معناه ان الاكسجين ما كيوصلش للخلايا، الناس يعرفوا هذه، وان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان يتنفس. نعم. خلق لي رئه فيها واحد الحجم كبير ديال الهواء اللي كيدخل الجسم ديالو. نحن نعيش نحيا بالغذاء والهواء والماء، هاد الثلاث عوامل هادو ضروريين للحياه. فالناس كيردوا البال للتغذيه، ما كيردوش البال للهواء. الهواء مهم. نعم. خصو يكون هواء نقي صافي، وخصو يكون هواء كافي للجسم. شوف مثلا غير اليابانيين والكوريين وهذوك الاسيويين. نعم. عندهم واحد الطريقه ديال التنفس العميق. جيد. الشخص ملي فيق كيخرج للبلكونه ديالو ولا هكا وكيتنفس واحد التنفس عميق لمده 2 دقائق. ولكن الا جينا تنفسوا داخل المدن دكتور كلشي ملوث. لان عاليين كيف ما كان الحال كاين اللي عنده التنفس العميق عنده فين يدير هذا التنفس العميق وما كيعملوش. نعم. لان ملي كيفيقوا الناس من الصباح كيكون الله سبحانه وتعالى جعل الليل للسكن، وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرين في ذلك الآيات لقوم يسمعون. نعم. فالسكن معنى السكن ان ماشي النوم، ان جميع الاعضاء ساكنه، انها ما كتحركش، واقفه تقريبا واقفه. كاين الاعضاء اللي ما كتوقفش هي القلب طبعا. نعم. الرئه ما كتوقفش علاش؟ لان التنفس. ولكن كتقل الحال الدوره الدمويه كتنقص والتنفس كينقص كيمشي معاها يعني متوازي. نعم. الهرمونات كتوقف، الانزيمات كتوقف، ثم عوامل النمو كتوقف في الليل. نعم. ملي كيستيقظ ما يستيقظ الشخص في الصباح كتلاحظ على ملي كتفيق ديما كتدخل واحد كتنفس واحد التنفس كبير. لماذا؟ لان الجسم ديالك، لانك وقفتي، ولان الدوره الدمويه بدات كتدور، لان خاص الجسم كيطلب اكسجين. لو كان هذيك ملي كيفيق الشخص يمشي لواحد مكان يعمل فيه تنفس عميق لمده 2 دقائق دقيقتين، ثم يتوضا ويصلي ولا يفطر ولا يغسل ولا حاجه. نعم. يكمل الحياه ديالو العاديه. فهذا مهم جدا. لماذا؟ لان ملي ما كيدخلش عندنا الاكسجين للدم كيتجمع فيه ثاني اكسيد الكربون. ملي كيتجمع ثاني اكسيد الكربون عندنا CO2، اذا زدنا عليه H2O الماء. نعم. غادي تولي عندنا حمض الكربونيك. نعم. H2CO3 غادي يولي عندنا حمض الكربونيك. حمض الكربونيك كينزل pH، كينزل pH ديال الدم، وملي كينزل pH على 7.2 الدم ما كيبقاش يتبادل، ما كيبدلش الاكسجين ضد ثاني اكسيد الكربون اللي هو اللي كنا تكلمنا عليه واللي سميناه تحمض الدم. نعم. هذه الاسيدوزيس. نعم. فهذا الاستاذ ديالنا هذا السي مهدي اللي تكلم لنا على يعني الحركه، نعم دور الحركه ولا الرياضه، الناس خصهم يتمشاو خصهم يتحركوا. عليا اللي بقاو في جالسين في المكاتب ديالهم واليوم ديالهم كلهم كيقضيوه في الجلوس ولا حاجه وما كيلقاوش الوقت اللي كيتحركوا فيه، خصهم يلقاو واحد الوقت ما الصباح ما المساء، خصهم يلقاو واحد الوقت اللي يعملوا فيه حركات. الا ما قدروش يتمشاو كانوا في المدن يعملوا حركات حتى داخل المنازل. نعم. حركات لابد منها، لان هما كيلاحظوا على ان ملي كيعملوا حركات ديال 2 دقائق 3 دقائق 5 دقائق كيلاحظوا على ان الدم كيدور، على ان الدم كيدور، وربما يكون تعرق، والتعرق جيد لانه يطرح السموم من الجسم. تعرق جيد غير ملي يكون تعرق خاص يغسلوا الناس، لازم يغسلوا علاش؟ ديك الاملاح اللي كتراكم على الجلد ربما تحرقوا على الوجه، هذا الوجه خصهم النساء يغسلوه هذاك العرق يزولوه باش ما يتحرقش الوجه ديالهم بهاد التعرقات هذه. فعاليين العرق ما كيخرجش يعني املاح بتركيز كبير باش تحرق الجسم الجلد، ولكن من الاحسن يغسلوا علاش؟ باش يحيدوا هذيك يزولوا هذيك السموم من على الجلد ديالهم. فهاد العوامل اللي تكلمت عليها هي عوامل 4